وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد الركن بهاء حلال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك سيادة العميد، ما الذي تمتلكه أو يوجد داخل بعلبك حتى يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بهذه الكثافة؟ ما هي هذه المواقع العسكرية التي تتحدث عنها الاحتلال؟ لك سيد الكريم تحياتي لقناتكم الكريمة وللمشاهدين. لا شك أن هذا ديدن العدو الإسرائيلي بالبداية، هو يقوم منذ أن بدأ بالعدوان على لبنان بقصف المناطق السكنية انطلاقا من الجنوب اللبناني وصولا إلى الضاحية الجنوبية، وبالتالي تبع نهجا في قصفه لمنطقة البقاع اللبنانية والتي هي قريبة من الحدود السورية، حيث قطع أوصال الطرقات بين لبنان وسوريا على كل المعابر الشرعية، وضرب هذه المعابر لأولا لقطع أو لفرض ما يسمى الحصار البري، حيث نحن في لبنان ليس لنا أي حدود برية مباشرة إلا مع سوريا، لذا فهو قام بضرب هذه المعابر، وبالتالي ما زال يتعهدها بالقصف. فهو عندما يقصف كل المنطقة في البقاع يقصف هذه الحدود، وبالتالي يقصف القريبة من الحدود لظنه أن هناك معابر شرعية أو غير شرعية موجودة على الحدود، وبالتالي هو يقوم بقصف هذه المنطقة فبظنا منه أن هناك قواعد عسكرية للمقاومة وقواعد عسكرية ومخازن سلاح، وهو يظن ذلك أو يتهم ويدعي أن هناك هذه المخازن، لكن في الحقيقة عندما ندقق بما يحدث نرى المجازر. نعم. ونرى تحديده وتحذيره لمنطقة بعلبك مثلا، اليوم حذر بعلبك وقال لهم اخرجوا من مدينة بعلبك، وحدد لهم أن يذهبوا باتجاه طريق زحلة. هذا كل ما يحدث هو موضوع صدمة وترويع، وبالتالي الاعتماد على التحكم بالتصعيد من أجل فرض. نعم. إذن الأراضي اللبنانية جنوبا وشمالا شرقا وغربا هي ضمن خطة هذا الجيش الإسرائيلي لاستهدافها في أي وقت، لكن فيما يتعلق بهذه الخطوة الجديدة بالنسبة لحزب الله ووصول أمينه العام الجديد، هل برأيك سيكون هناك تغير في استراتيجية الحزب ميدانيا على الأقل في الفترة المقبلة؟ سيد الكريم، بداية لو تكلمنا عن موضوع انتخاب أمين عام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حاليا بتوقيت بعد مرور شهر على اغتيال السيد نصر الله، نجد أن هذا الموضوع يمكن أن يكون بداية، يعني هو ما يؤشر إلى استيعاب الحزب لما حدث معه من ضربات قاسية، وبالتالي هو قد كما قال الشيخ نعيم أن كل مفاصل العملانية والميدانية. نعم. هي تام وليس فيها أي يعني خلل، وبالتالي هو أكد على استمرارية العمل بالعمل الميداني كما هي الخطط موضوعة منذ زمن. وأنا أريد أن أشير إلى موضوع. نعم. يخدم الإجابة فيه على هذا السؤال. عندما ضربت المقاومة وفجرت البيجرز، وبالتالي فجرت الأجهزة وضربت السلسلة القيادية وعلى رأسها، واغتيلت القيادات كلها وعلى رأسها الأمين العام. نعم. المقاومة يعني عملت في الجنوب اللبناني بشكل على الخطة ب، وبالتالي هذه الخطة ب بعد التدقيق. نعم. فيها تبين أنها تال البقع، وهو مفهوم بمفهوم اللغة العسكرية والعلوم العسكرية، هو قتال يعتمد عندما تنقطع الأوصال والتواصل وينقطع الاتصال الذي هو عصب المعركة. نعم. سلاح الإشارة ولا عصب المعركة، لذا قاتل وفق السلوك المعتمدة.
أنا أجزم أن ما يحدث في الميدان وما حدث في الميدان فاجأ العدو، هو يتطور، وبالتالي اليوم مع وجود أمين عام طبعا سيتحسن الإداء في الميدان، كون الراحة النفسية ستأخذ منحاها باتجاه المقاتلين ويقوي هذا إرادة القتال. أشكرك على كل هذه التفاصيل العميد الركن بهاء حلال الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا.